مكونات السيركت بريكر في أبسط صوره إيه هي؟ ده اللي هنعرفه النهارده مع بعض، خليكم معانا عشان نعرف ونشوف الدنيا عاملة إزاي. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بحضراتكم مع فيديو جديد من فيديوهات قناة دقيقتين كهرباء. معانا النهارده سيركت بريكر مفتوح أهوت ومتفكك، هنشوف هو بيتكون من إيه في أبسط صوره. السيركت بريكر ده أهوت بيتكون من أربع أجزاء رئيسية. الأربع أجزاء دهيت ده اللي هنعرفه مع بعض، بس قبل ما نعرف الكلام ده ما تنسوش تعملوا لايك وشير واشتراك في القناة، دعم لينا. ندخل في الموضوع على طول من غير كلام كتير، نتكلم من جيبها من الناحية العكسية دهيت اللي في ايدي ده هو اسمه مانع الشرارة، والناس اللي متابعة الفيديوهات هتعرف الكلام ده لان انا عامل فيديو خاص بمانع الشرارة وقلنا هو بيشتغل ازاي وآلية عمله وليه الشرارة دي بتتكون اصلا. الجزء الثاني ده هو اللي هو الجزء الثابت اللي هو اللي تحت ده هو اللي في المسمار ده هو ده الجزء الثابت في كل فيزا. الجزء اللي بعد كده اللي هو الجزء المتحرك اللي هو ده هوت اهوت اهوت، لما بقفل البريكر ده بيتحرك، لما بفتحه ده بيطلع لفوق ويسيب المسافه دهيت. هنعمله مع بعض دلوقتي ان شاء الله. بعد كده هوت في التريبيونت او اللي هو الجزء الخاص بالحمايه الكهربائيه اللي هي حمايه الاوفرلود والشورت سيركت الخاصه بالسيركت بريكر. طبعا احنا مش هندخل في تفاصيل تكوين الاوفرلود او مكونات الاوفرلود دهوت من جوه، ولكن هنعرف بس ببساطه خالص ان الاوفرلود دهوت لما بيحس بامبير عالي بيفصل ازاي. احنا الاول هنقفل السيركت بريكر، هو حاليا على وضع الاون، هنعمله على وضع الاوف. نلاحظ ان الجزء المتحرك بيتحرك ويروح يقفل على الجزء الثابت. بسم الله اهو كده البريكر في وضع الاوف. البريكر في وضع الاوف معناه ان احنا خدنا الكهرباء عديناها من ناحيه السورس عن طريق الكونتاكتس ديت وعديناها لللود. طبعا لازم يكون في اتصال جيد ما بين الجزء الثابت والجزء المتحرك، ما يكونش في اي لوز كونكشن ولا اي عفره ما بينهم علشان ما يحصلش مشاكل في التوصيل. مع الوقت بيحصل تاكل في الاجزاء الثابته والمتحركه دهيت بسبب وجود شراره كهربيه، وده اللي شرحناه في الفيديو بتاع مانع الشراره. الشراره مع الوقت بتاكل الاجزاء دهيت وتبوظ السيركت بريكر. مفترض ان الاجزاء دي هتكون قطع غيار وتتصين او تتغير والكلام من دهوت، ولكن طبعا ده مش متاح في جميع السيركت بريكرز. الميكانيزم بتاع الاوفرلود او التريب يونت، معلش، التريب يونت دهيت عباره عن ميكانيزم اهوت. الميكانيزم دهوت لما يحصل ارتفاع في الامبير او بسبب شورت سيركت او اوفرلود عن اللي هو اللي هو متسيت عليه، بيحصل ان الميكانيزم ده بيتحرك فيشد الدراع ده هو اللي هو ده، فلما يشد الدراع يخلي البريكر على وضع التريب. ده زرار تيست للسيركت بريكر والتريب يونت، هنجربه مع بعض، هنضغط عليه ضغطه ونشوف اللي هيحصل. نلاحظ ان البريكر فتح اهو، ولكن هو حاليا ما هوش على وضع الاون ولا وضع الاوف، هو على وضع التريب. تلاقي الدراع ده في النص بالظبط، البريكر عمل تريب. وطبعا الناس اللي شغاله في الكهرباء المهندسين والفنيين كلهم ناس خبره وعارفين الفرق بين ان البريكر يكون على وضع الكلوز والاوبن والتريب. علشان ارجع البريكر لوضع الطبيعي، انا لو دلوقتي لو حاولت اقفل البريكر مش هيقفل، يعني تلاحظوا بصوا بضغط عليه ما بيستجيبش معايا. تاني الميكانيزم بتاع القفل ما بيستجيبش معايا لان هو عمل تريب. علشان يعمل تريب لازم اعمل له ريسيت، اجيبه على وضعه الاوف وارجع اقفله تاني. يعني عشان اعمله ارجع البريكر لوضعه الطبيعي، هو طبعا محتاج ايديا الاثنين. بسم الله، طيب نجيب الايد اليمين اهو كده، انا عملته على وضع الاوف. طبعا وهو على وضع الاوف لو ضغطت على التريب يونت مش هيعمل حاجه، التريب يونت بتشتغل بس في حاله ان هو في وضع الاون. كده انا عملت ريسيت للسيركت بريكر، ممكن ارجعه تاني اهو اون عادي خالص، قفل تمام اهو. طبعا كون البريكر شديد في ضغطته بفتحه وبقفله ده طبيعي، ولو حصل وبقى ناعم ده بيبقى فيه مشكله، واي امبير زياده بيخليه يفتح ويقول لك البريكر باظ. ما علينا، ده مش موضوعنا. كان موضوعنا طبعا ان انتوا تشوفوا، يبقى عندكم فرصه ان انتوا تشوفوا السيركت بريكر. وطبعا ما يخفاش عليكم ان الاجزاء دي لازم تكون مصممه بحيث انها تستحمل الامبير اللي هيعدي فيها اللي متصمم عليه السيركت بريكر، وزياده كمان يبقى في سيفتي فاكتور معين. طبعا ده
من الأمور المهمة جدا في الديزاين وفي التصنيع بتاع السيركت بريكر. ده كان السيركت بريكر ببساطة، وهو نبص عليه بس سريعة. اهوت ادي مانع الشرارة، ادي المكان اللي بنوصل فيه اللود، وادي الاجزاء الثابته والاجزاء المتحركه، وادي الميكانيزم اللي هو الخاص بالتحريك، تحريك الثلاثه فيز، وادي التريب يونت، وادي المكان اللي بناخد منه الايه، بناخد منه بنوصل فيه السورس. كان ده فيديو النهارده، وما تنسوش تعمل لايك وشير واشتراك في القناه، والسلام عليكم ورحمه الله.